بس دكتور ذول الكتل السياسيه نفسهم اللي تحدث عنهم قاعد تنتخبهم الناس قاعد يرجعون للبرلمان. فلوس عدله مرتبه قواني تجيهم هم هيك يعني راسا مالت الله وينتخبونهم مشترى صارت الاصوات مشترى وقاعد تصعد سنه عن سنه كانت بخمسه صارت بعشره صارت $100 صارت بمدري ايش قد ما ادري هسه خلي واحد يدخل الانتخابات ما عنده فلوس وروح شوف ايش قد يحصل حتى مرته ما تنتخبه هاي قوي هاي قوي والله يعني حتى مرته لازم يطيب ما تنتخبه بس ما اكو ناس فازت بدون يعني قليل منو قليله صدق ولا واحد ما اكون مصعد بلا فلوس ولا واحد